تحبون مشاهدة أغرب اللحظات واللقطات التي تلتقطها الكاميرات. في فيديو اليوم حضرنا لكم مجموعة مذهلة من الفيديوهات الحقيقية التي التقطتها الكاميرا، ستشاهد ما سيفجر قلبك من الضحك وما سيصيبك بدهشة كبيرة، وفي بعض الأحيان لن تجد تعليقا لما تشاهده، فابقوا معنا لمتابعة ذلك يا أصدقاء. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. في لقطة خرق فيها هذا الإنسان كل قوانين الطبيعة، أصاب كل أهداف البولينج بكرة مكسورة إلى نصفين ومن ضربة واحدة. في بعض الأحيان قد تذهب إلى مكان ما لتشاهد عرضا مذهلا، لكنك تحصل على حمام مجاني. دب العائلة هذا بدأ يتفاعل بشكل مريب أمام سيارة BMW المركونة هذه، لذلك يجب عليه أن يتصرف بسرعة قبل أن يصل الشهود إلى عين المكان. صراحة من الصعب تحديد من كان خائفا أكثر من الآخر. أصدقائي لا تقلقوا، فكل ما على صديقنا فعله أن يضع سيارته في كيس من الأرز، تماما كما كنا نفعله مع هواتفنا المحمولة. أظن أننا وجدنا مارتي الحقيقي هذه المرة، من كان يظن أن زجاج السيارة طعامه المفضل. وفقا للترتيب الزمني للقصة، فإن مالمن دوما يحب أن يراقب من بعيد ما يحدث. هذه من أكثر السرقات التي لا تتمنى أن تحدث لك، لأنك ستقف مكتوف اليدين وتدع السارق يسرقك بكل سرور والابتسامة تعلو محياك حتى لا يتم هرسك وطحنك. في بعض الأحيان يتوجب على كابتن الطائرة أن يفعل كل شيء بنفسه، فهذه الأيام لم يعد هنالك من يقوم بالأشياء على أكمل وجه. وكما تشاهدون، فهذا الطيار قرر من على هذا الارتفاع وسط هذه البرية الخاوية أن يخرج من نافذة الطائرة ويذهب لمقدمتها ليتفقد المحرك ويدور المروحة من جديد. تخيل نفسك في قمة الاحتياج للذهاب إلى الحمام أكرمكم الله، وأنك لم تعد قادرا على حبسها أكثر، فتذهب إلى الحمام وتجد هناك أفعى في انتظارك في فتحة المرحاض أكرمكم الله. فماذا ستفعل يا عزيزي المتابع؟ أين ستقضي حاجتك يا ترى؟ يقال دوما أن الغربان لا تنسى وجوه أعدائها، خاصة إن كان العدو بشريا. حسنا، إذا كان ذلك صحيحا، فربما على هذا الشخص أن يسرع بالهرب سريعا إلى بلد آخر ويفكر في شراء سيارة جديدة. صحفي قناة CNN هذا حرفيا لم يكن ليتمالك نفسه عندما قبله هذا الصرصور على رقبته. من المهم ألا تكرر خطأ هذه القطة الذي يبدو وكأنها استهانت بقدرات السمكة، لذلك يمكنكم أن تأخذوا العبرة مباشرة من هذه القطة. إذا قرعت بشكل سحري على أنبوب المدخنة فسيخرج لك عصفور متسخ قليلا، حاول بشكل أفضل المرة القادمة وسيخرج لك مارد علي بابا السحري. هذا ما يحدث بالضبط عندما تقرر أن تبدأ بالتفحيط بسيارتك الجديدة في وسط المدينة ووسط النهار. ألا تذكر مرة استيقظت فيها في منتصف الليل؟ إذا كنت تفهم ما أقصده، فربما ستفهم شعور هذه الدببة. أصدقائي، ربما كان عليكم قبل الهروب إغلاق النافذة التي فتحتموها من باب الاعتذار. أتساءل ما إذا كان هذا الكلب مستعدا لتأدية بعض الأدوار على المسرح أو داخل خيمات السيرك، لكنه اختار الطريق المناسب ليجرب، لكنه المكان الخاطئ في رأيي. عندما تريد أن تكون أبو شاب ولكن بداخلك أنت تعلم أنك أبو بلد. يا إلهي، هل تظن أن هنالك كلب على مقعد قيادة السيارة؟ في الحقيقة يبدو أن هنالك كلبا آخر في المقعد الذي بجانبه.
إذا كنت تحتفل بعيد ميلادك في وسط الغابة، فيجب عليك أن تكون مستعدا لهذا يا عزيزي. هيهات لك أن تتسلق شجرة وتنزعها من عنده. إنني أجزم بأنه أكل نصفها وهو يتسلق الشجرة. أن يكون لك بيتك الخاص في أدفأ مكان في المدينة هو شيء رائع، لكن لكل إيجابيات سلبيات أيضا، فلا شيء كامل في هذه الحياة. لا أدري لماذا تحب هذه الحيوانات المرحاضة بالخصوص، فيوجد الكثير من الأماكن في البيت. أظن أن مانويل نوير وتيرشتيغن لم يكونا ليحلما بمثل هذه المهارة في التقاط الأشياء. إذا قرر هذا الشخص أن يلعب في مركز حارس المرمى، فسيكون له مستقبل واعد. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن تكون هذه المقاطع قد نالت إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله.